جبل وطن، لا من يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين. لا من يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين، ولا نسعى لقاك ولا نبقى نعيمة المشرقي رحمة الله عليها تغادرني إلى دار البقاء، وأشعر شخصيا بحزن كبير وبتأثر بالغ، لأن بداية كانت تربطني بها علاقات شخصية وعلاقات صداقة متينة وعميقة منذ زمن بعيد. هذه العلاقات كانت تتسم دائما بالاحترام والتقدير المتبادلين، وكنت أعتز كثيرا بكل ما تقوم به فنيا، وهي الفنانة الرائدة التي واكبت أجيال من الفنانات والفنانين المغاربة وطنيا، لكن أيضا كان لها حضور دولي مميز، وإلى آخر أنفاسها ظلت تحتل الريادة والصفوف الأمامية، لكن دائما بتواضع كبير وبقدرة هائلة على أن تجر معها الأطياف الفنية والمسرحية والسينمائية المختلفة، وهذا دليل على أنها كانت وطنية غيورة تحب هذا الوطن، تحب الساحة الفنية وتخدمها بصمت وتواضع. هكذا عرفتها، هكذا تغادرنا رحمة الله عليها. رحم الله الفقيدة، لقد فقدنا فيها الفنانة الكبيرة والمناضلة الكبيرة ذات مواقف عدة، فالممثل بلا موقف ليس ممثلا في نظري، فهي تعرف ما تعمل، تعرف أشياء كثيرة جدا، فقدمت مساعدات لشباب ولممثلين انطلقوا في بدايتهم، ولا أدل على ذلك جمال دبوز في بدايته قدمت له مساعدات، فرحمه الله، الله يرحمه ويوسع عليها، إن الله والراجعون. نحن هنا لمشاركة الأسرة الفنية لحظة أليمة بفقدان قامة من قامات الممارسة الفنية في المغرب. هذه الفنانة عاشت معنا وعشنا معها جيلا كاملا، مثلت كل الأدوار وأعطت لي الفن قيمته، وبالتالي نعتبر بأن فقدانها هو خسارة كبيرة لكل المغاربة، لأنها كانت تحظى بنسبة مشاهدة عالية في كل أعمالها، ونحن كإعلاميين عشنا معها لحظات جميلة فيما يتعلق بالعلاقة بين الفنان والصحفي، ولهذا نعتبر بأنها تشكل نموذجا يحتذى به في هذه العلاقة. نتمنى من الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم داويها الصبر والصدوان، وعزاؤنا لكل مغارب. طيبة، كانت امرأة إنسانة، كانت امرأة خلوقة، كانت امرأة فنانة، إلى ما عوناتكش ما يمكنش تضرك، فماشي سهل باش نلقاو بحال هاد الناس، ماشي سهل، صعيب تلقى بحالها. الله يرحمه ويوسع عليه. هضروا دابا على المجيء ديالهم، ما كاين حتى شي واحد فيهم وليني بعد المسؤولين، ما كاين حتى حد، للاسف للاسف ما خصهم هما اللي يوقفوا على هذا. حنا بالك دابا بغينا كار، دابا باش نجيو الناس اللي ما عندهمش اي ترونسبور كنبغينا الكار، حنا تنقلبوا على رؤساء الجماعه شي واحد اللي يعطينا الكار واللي يديرها سميتو، لان بزاف الناس بغاو يمشيو لهاد الناس، السيده اللي كيحبوها وتيبغيوها وتيقدروها لانها انسانه عظيمه جدا. فهنا السؤال، انا دخلت، انا في الاول ما بغيتش نقول هذا الكلام، لان دخلت المسجد باش نصلي وقلبت لقيت واحد اللي هو الوزير السابق اللي هو السي نبيل بن عبد الله هو اللي حاضر، والفنانه الكبار ديالنا وتبارك الله ونائب العمده، واين هي العمده واين هي، هذا راه خصو يجيو كلهم، فين هو الوزير ديال الثقافه، فين وزير الاتصال، فين هما الوزراء كلهم، انا هذا خص تسد وزاره الثقافه وتحضر هدايا، انا خصها تكون، خصهم يكونوا حاضرين لهذا اللي يحضروا العشاء ديالها ويوقفوا عليه، يعني ف هاد الناس هادو يعني كنشوفوهم غير في الحفلات وما كنلقاهمش في الاوقات اخر
وداع اللي ممكن يدير للفن، وهذا ما حز في خاطري. انا جيت قدمت التعازي ديالي كفنان، كمحب ديالها، كولدها، لان دوزت معها الكثير، لا هي ولا الزوج ديالها المخرج الكبير اللي هو السي عبد الرحمن بن الخياط، لانها عائله فنيه. ولكن للاسف ملي صلينا وخرجنا قلت ما بغيت نظلم حتى شي حد، ما لقيت حتى شي واحد من هاد الناس. حرام حرام، بينما كنشوفوا في دول اخرى ان بعض الاحيان ان رئيس الحكومه يحضر بيدو الفنان كبير. يعني كتلقى لا شتي جوني هاليداي نهار تدفن شكون اللي كان حاضر، لا شتي في المصريين ملي كيموت شي فنان كبير شكون اللي كيحضر باش يقدم التعازي ديالو، باش يعطي الامل دوك اللي باقيين حيين. فللاسف الشديد تنطيحوا في نفس الليل. ما كيدعموك لا انت حي ولا انت ميت، وهذا ما خصهم يعرفوا بان هذا هي المصير ديال كل واحد فينا، هما هذه القبوره هذه شتيو اللي كنشوفوا، هذا المصير ديالنا كاملين. فالواحد يعمل الخير، لان هذه السيده عبلات الخير، وهذا الخير هو اللي غادي يوقف معها ان شاء الله امام الله عز وجل، وغادي يبارك لها في وليداتها. هذه السيده دارت الخير بزاف وخدمات هذه البلاد، لكن للاسف حبات لاولاد البلاد الوطنيه، عرفتهم الوطن، حبات لنا بلادنا وفنا والخدمه ديالنا اللي كنديروا. الله يحفظها. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يوليها برحمته ويحطها في جنه الفردوس، ويولي برحمته كل الاخوان ديالنا والمناضلين واللي كيحبوا هذه البلاد. يا ربي يا كريم. وفات واحدة من رموز الفن المغربي، الفنانة نعيمة المشرقي، اللي ما كانتش فقط يعني فنانة مشهود لها يعني بالعطاء ديالها الكبير في المجال الفني، ولكن أيضا كمثقفة وكفنانة ملتزمة بالقضايا الاجتماعية والقضايا الوطنية، كانت دائما الى جانب القضايا النبيله على المستوى، خصوصا على المستوى الاجتماعي. وبالتالي هي فنانه تجمع ما بين الابداع وما بين الالتزام بالقضايا الكبرى اللي كيعرفها المغرب، خصوصا كما قلت في المجال الاجتماعي. ولذا فقدانها رغم انه لا مرد لقضاء الله سيخلق واحد الفراغ، يعني نظرا لهاد المكانة ديالها ونظرا لهاد الشمولية ديالها اللي كتشوف بها دور الفنان، اللي ما كينحصرش فقط في الإبداع ولكن أيضا تستغل الصورة ديالو استغلال إيجابي من أجل نشر القيم النبيلة، وأيضا من أجل فتح أفق ملؤها التفاؤل وملؤها العطاء. المرحومة كانت تتميز بواحد الكاريزما مهمة كتخليها أنها تكون محبوبة عند جميع الفئات الاجتماعية، وأيضا المجال الفني مدين لها بالكثير، لأنها أعطت نموذج الفنان المغربي، الفنان المبدع، الفنان اللي كيعتز بالمغربيه ديالو، وايضا منفتح على الحداثه، رحمها الله واسكنها فسيح جنته. هي فنانه لابد تقول فوق العاده، فنانه استثنائيه، لان ماشي كل الفنانات يمكن يكونوا في القيمه ديال هاد الفنانه اللي عطات شيء الكثير، تقريبا 60 سنه من العطاء ليس بالسهل في مجموعه من المجالات الفنيه. ولكن المجالات الاخرى اللي هو الجانب الفني، الجانب الانساني والجانب النضالي والجانب الاجتماعي، فهذا قل نظيره في عند الفنانين. فهذا هو اللي انا تيحز في نفسي، لان هذه الانسانه هذه عطات الشيء الكثير في الجانب النضالي والدفاع على هذا القطاع الفني والقطاع المسرحي والسينمائي، وكذلك على الدفاع على كرامه الفنان. فهي كانت دائما تدافع باستماته على كرامه الفنان وعلى الحق ديالو في الشغل، الحق ديالو في العمل، فكانت تدافع باستماته، وكانت دائما تطلقها في جميع المحافل انها متواجده، مع عمرها ما كانت تتخلي الكرسي الفارغ من اجل الدفاع على هذا القطاع ولا الفنانين ديالو. ففنانه كبيره قامه وقيمه، فهي كما تنقولوا ايقونه الفن التشخيص، ولكن ايقونه الفن في المغرب، هي رمز من رموز هذا الوطن.
رمز من رموز لهذا الوطن اللي عطات الشيء الكثير في جميع المجالات، حيت كاين الناس اللي تعرفوا عليها المجال الفني ولكن ما تعرفوش عليها المجالات الاخرى الاجتماعيه والانسانيه والنضاليه. فالله يرحمه، الله يرحمه ويوسع عليه. بيان سور اشتغلت معاه على الجانب النضالي وعلى الجانب الفني، فاشتغلت معاه في مجموعه في المسلسلات الاذاعيه كذلك. فالابتسامه ديالها هي كانت دائما انسانه مبتسمه، ما عمرك ما تشوفي نائمه شرقي انها معبسه، دائما مبتسمة ودائما الكلام طيب ودائما تشجع جميع الفنانين اللي تيشتغلوا معها. وهذه غادي ممكن تقول تلقاها عند جميع الفنانين اللي اشتغلوا معها، وكيفاش انها تنصحهم وكيفاش انها توجههم. يعني كانت استاذة، كانت استاذة بكل كلمة من معنى، فكانت استاذة موجهة لجميع الاجيال، وكانت عندها علاقات طيبة مع جميع الاجيال من الجيل الرواد، الجيل الوسط، الجيل الشباب، الجيل الخريجي. كانت يعني كان عندها واحد القلب يعني لو بغيتي تقول طفولي شاب، ودائما في حماس، دائما في حماس، ودائما تطلقها هي في هذه الجمعيه، هي هنا، هي هنا، يعني لا تكل ولا تمل. ف يعني صعب صعب، هذه امنا كامل تنحبوها كامل، الله يرحمها، الله يرحمها ويوسع عليها في هذا النهار. وتعازي الحاره لزميلنا وصديقنا واستاذنا الزوج ديالها سي عبد الرحمن الخياط، وكذلك الابناء ديالها، تعازينا الحاره وتعازينا الحاره للاسره الكبيره كذلك والفنانين والفنانين.